من الكاتمين للحق أيضا جماعة التبليغ. إيجوا خشوا المساجد، خدتوا العفش ورا، شايلين حلل وشايلين شنو سحانة ورز وشعيري حاجات زي دي، والواحد يمسكك. زمان دخلت مع جماعة منهم لابس لي قميص بيجاي فيه تمساح، ما كنت عارف التصوير حرام الوقت ده. بعدين شنو التمساح قاعد الزول شيخ مزمل قال ودنا زول حبيبنا كله واخواننا. طيب بعدين شنو دنار يعني، بعدين داك ما صوره ما هناي ما فيها خلاف ديك في القميص، بعدين شنو هذا ده ضحكه الزول لا على التمساح. البلاغاتي مصري قاعد يقول لي التمساح ده فيه عبر كبيره جدا، بعد يفتح خشمه بيكون في باقي اكل، بتجي طيره بتنقده بيكون رزق للطيره، وبتكون سوكته في نفس الوقت نظفت لي اسنانه. عدى لي تمساح ما فهمت اي شيء، لما انتهت الشغله وفي النهايه فارقته والله يتقبل. جماعه كلها بتاعت لخبطه، انزلوا عند الصوفيه وباركوها بس. واحد شايل له سبحه لا بيتكلم في الشرك لا في بدع لا في انحرافات وهاي الى اخره، ولا خلى اخلاقك خارج الصلاه زي اخلاقي داخل الصلاه. دي كلمه حق طبعا، لكن بتاع وراء باطل كثير جدا في الصلاه، زي ما لو زول عفصك ما بتعفصه في الصلاه، خارج الصلاه برضه ما تعفصه والى اخره. يا زول ادعو للتوحيد، هي بقت عفص والناس دي بتعفص في العقيده يا اخي، عفص بتاع كرعين يا اخي، المساله كلها لخبط ومشاكل طويله. ديل بجنب جماعه التبليغ.